مرحبا أعزائي المتابعين، شلونكم؟ شخباركم؟ ورجعت لكم فيديو جديد من قناتي Everything هبة. اللي يشوفني أول مرة لا ينسى اللايك والاشتراك والمشاركة وتفعيل الجرس على مود يصلكم كل شيء جديد. قصتنا اليوم وهي قصة خليفة عباسي آخر، وهو عبد الله ابن المعتز. عبد الله ابن المعتز بالله ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد العباسي أبو العباس، ولد عام 247 هجرية 861 للميلاد في بغداد، وكان أديبا وشاعرا، ويسمى خليفة يوم وليلة حيث ألت له الخلافة ولقب بالمرتضى بالله، ولم يبقى يوما واحدا في الخلافة حيث هجم عليه من قبل رجال المقتدر بالله وقتلوه في عام 296 هجرية 908 ميلادية، وأخذ الخلافة من بعده المقتدر بالله، ولقد رثاه الكثير من الشعراء العرب. أبوه كان المعتز بالله، وابنه اسمه العباس. لديه مؤلفات منها طبقات الشعر والبديع وفصول التماثيل. ولد في سامراء العراق وتوفي في بغداد العراق. إذا حبيت الفيديو أعزائي المتابعين لا تنسوني لايك واشتراك ومشاركة وتفعيل الجرس على مود يصلكم كل شيء جديد، وانتظروني في قصص أخرى من جميع العصور، وأشوفكم بألف خير ومع ألف سلامة.